مروان عطيه ولا اكرم توفيق تتكلم عنه؟ مروان. مروان اتفضل. مروان قدم مباراه كبيره قوي يا كريم النهارده. محمود لما كان بيتكلم على الخروج بالكوره بتاع النادي الاهلي الحل الوحيد دايما هنجري جدا في ده 7 دقايق وده اللي كان بيعمل مشكله كبيره جدا للاهلي في الخروج بالكوره كان مروان. دايما الحل هو مروان. لما خرج علي معلول في الدقيقه 4 ولا في الدقيقه 5 مروان هو الوحيد اللي كان بيميل جنب كريم فؤاد عشان يعملوا جبهه يقفلوا الناحيه دي خاصه ان بالمناسبه هي الجبهه الاخطر للترجي حتى من قبل المباراه. دي الخريطه الحراريه بتاعه مروان النهارده يا كريم. لعيب موجود في كل حته في الثلث الاوسط من الملعب في كل حته حرفيا. بص بس هتلاقي انه الزياده دايما يا اما في العمق يا اما في الناحيه الشمال اللي كان بيميل عليها عشان يقفل دايما عمق الملعب المسافه البينيه او التشانل اللي ما بين محمد عبد المنعم واللي ما بين كريم فؤاد اللي ما كانش بيلعب في مكانه عشان يعمل الدور ده. النهارده لما تيجي تبص على ارقام مروان في المباراه تلاقي ان الراجل داخل في 6 صراعات ثنائيه خد 5 صراعات ثنائيه والتحامات بالقوه اللي عليها وسط ملعب لعيب الترجي هو بياخد 5 من 6 عامل 10 كرات طوليه واخد 8 من 10 8 صح من 10 في هذه المباراه المضغوطه اللي هو اللعيب الوحيد اللي بيستلم اللي مقفول عليه زوايا التمرير اللعيب الوحيد اللي كان بيعمل كليرنس بشكل جيد النهارده او انه بيشيل الكوره بشكل جيد تروح للعيب من النادي الاهلي كان مروان عطيه. النهارده قدم واحده من افضل مبارياته وهربطه لك باكرم في 10 ثواني. اكرم النهارده قدم مباراه جيده جدا على صعيد الضغط العالي لكن كان عنده مشكله في انه بيخرج من مكانه كتير فبيفضى. دي نقطه كنت بتكلم عليها محمود في البدايه بيفضى وسط الملعب فكان برضه مروان هو اللي بيغطي ده وهو اللي بيحاول يحل ده دايما. مروان عطيه ادى مباراه مثاليه على صعيد الارقام ادى مباراه مثاليه على الصعيد الفني والتقني لفرقه النادي الاهلي النهارده. في وجهه نظري هو الاعلى تقييما في كل المواقع الاحصائيه الاعلى تقييما من النادي الاهلي هو مروان عطيه وفي وجهه نظري هو رجل المباراه من ناحيه النادي الاهلي. عظيم جدا.